سرطان عنق الرحم للأسف هو من أشيع أنواع السرطانات حول العالم، وهو كمان من أشيع أنواع السرطانات النسائية كمان، وهو من رابع أشيع أسباب الوفاة بين السيدات بعمر الخصوبة للأسف. السبب الأساسي للإصابة بسرطان عنق الرحم هو الإصابة لسنوات طويلة بفيروس بنقول الورم الحليمي البشري أو الهيومن بابيلوما فيروس، بس كمان في عوامل بتخلي السيدة أكثر خطورة للإصابة بهذا الفيروس أو أنها تظهر عليها التغيرات السرطانية نتيجة الإصابة، ومن هاي العوامل الزواج المبكر، التدخين، إصابة السيدة بأي مشاكل صحية بتخلي مناعتها ضعيفة، أو وجود قصة عائلية بين سيدات العائلة لسرطانات مختلفة. للأسف سرطان عنق الرحم يعتبر من السرطانات الصامتة، فممكن يتطور عند السيدة بدون أي أعراض، بس كمان في علامات معينة السيدة لازم تنتبه لها، وإذا صارت معها لازم تزور دكتورتها النسائية، ومن أشياءها نزول الدم خارج أوقات الدورة الشهرية أو بعد العلاقة الزوجية، أو إذا صار عندها أي آلام أو عدم ارتياح بأسفل البطن كمان لازم تزور الدكتورة. الوقاية والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم متوفر بمستشفى دانة الإمارات. الوقاية بتكون عن طريق لقاح يحمينا من الإصابة بالفيروس المسبب للسرطان، وهذا اللقاح متوفر للصبايا من عمر المراهقة لنهاية العشرينات. كمان الكشف المبكر بيتم عن طريق مسحة عنق الرحم أو الباب سمير، وهي إجراء جدا بسيط بيتم بالعيادة، ما يحتاج تخدير وما في ألم، وهو بيسمح لنا أنه نكشف عن التغيرات بالخلايا قبل ما توصل للمرحلة السرطانية، وبالتالي بيساعد على العلاج الكامل للسيدة بإذن الله. Cervical cancer is at first diagnosed with a biopsy of the cervix, and once cancer is diagnosed in the cervix, usually imaging is performed with MRI and PET scan of the body. After that, based on the stage of the cancer, whether or not it's confined to the cervix or if it has metastasized out into the uterus or ovaries, cervical cancer might be treated either surgically with something called a radical hysterectomy for early stage cervical cancer, or might be treated with chemotherapy and radiation for later stage cancer. Once cervical cancer is diagnosed, generally a doctor will order some tests, something called an MRI of the pelvis and another test called a PET CT or PET scan of the whole body to see whether or not the cancer has moved outside of the cervix. Once we've determined what stage the cancer is, either a patient might undergo surgery if it is a very early stage cervical cancer, or for later stage cancers, generally those patients are treated with radiation and chemotherapy. After treatment is completed, a patient will be monitored every 3 months by a gynecologic oncologist with an exam of the vagina and cervix and the pelvis.